في السياق ذاته أعلن محافظ كربلاء المقدس نصيف الخطابي انتهاء عملية تفويج الزائرين. الخطابي وفي مؤتمر صحفي مع قائد عمليات المحافظة أكد أن أعداد الزائرين ليست بقليلة لكنها أقل من الأعداد التي حضرت في العام السابق. فيما أعلن قائد عمليات كربلاء اللواء ركن علي الهاشمي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة. انتهت الزيارة ولكنتم لاحظتم هناك أعداد كبيرة من الزائرين، أكيد يعني هي بسبب جائحة كورونا أقل بنسبة معينة عن العام الماضي، ولكن كانت أعداد ليست بالقليلة، أعداد كبيرة جدا كذلك. وطبعا أكيد خطة النقل بدأت منذ أن بدأت الركضة. نعلن نجاح الخطة الأمنية الواسعة التي وضعت من قبل قيادة عمليات كربلاء المقدسة الخاصة بشهر الحرام. هذه الخطة التي وضعت اشتركت فيها جميع القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والدوائر الأمنية والاستخباراتية وكذلك طيران الجيش والقوة الجوية والمتطوعين الذين اشتركوا